انا مش عارفه مالكوا فيه ايه. مالهم في ايه؟ عاملين كده ليه؟ انتوا كل اللي انتوا عاملينه ده عشان احنا ناقحين البيت جديد ورايحين بيت جديد؟ في ايه مالكوا؟ اهو ادينا وصلنا. هو ده البيت يا جماعه. انا بصراحه كنت مستريحه في البيت التاني، كنت مع صحابي وكنت في مدرستي. وانا بالنسبه لي المنطقه التانيه كانت احسن بكتير، يعني كان فيها النادي وكان فيها اصحابي وكان فيها تماريني وكان فيها كل حاجه. بص يا حبايبي، بصوا احنا هنشوف المكان وان شاء الله يعجبكم المكان ونلاقي ناس. بس انا مستغربه له المكان ده ساكت قوي، بس يمكن نلاقي كلام كويس. يلا يلا تعالوا نشوف البيت. فوق ده الله، البيت جميل قوي. شايف يا حسن شايف البيت حلو ازاي؟ فين الكآبة يا حسن؟ وحش البيت، حلو اهو، كبير وحلو قوي. كنت فين يا ماما؟ كنت بقى تعملي ايه؟ ولا حاجة. انا شايفاكي كده مش مبسوطة ومتضايقة، مالك في ايه؟ مفيش حاجة. طب اتفرجي على البيت الجميل اللي بابا جابه لي، اتفرجي هيعجبك. مش فارقة معايا. تعالوا يلا تعالوا. بصوا دلوقتي كل واحد فيكم يطلع يتفرج على اوضته ويختار الاوضة اللي هو عايزها. خلاص؟ يلا اطلع. يلا يا حسن، هتاخد انهي اوضه؟ هاخد دي. طيب بس هاخد دي، بس ما فيش احسن من الاوضه بتاعتي القديمه. اكيد. سجل انا صوص البيت الجديد. هو البيت الصراحة شكله حلو قوي جامد، يعني واسع جدا، يعني شكلي هعمل فيه عملية سودة بالهوا. يعني كلهم فاكرين دلوقتي ان انا قاعد هادي ومش عارف ايه، بس ده انا هبوظه واخربه وهجيبكم كمان عندي. يعني هنخرب الدنيا كلها.
بس يعني انت ايه قدامك حق قدامك كتير يعني. هتجيب على بكره؟ تمام. لا يا عم هتقلوا على ايه يعني، تشت عمر بس متنساش تجيبهم معاك، هو البيت واسع اوي يعني فهيكفينا كلنا. انت بس جيبهم معاك. انت مين؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ طيب ومين ده؟ انا ما اعرف اقول، شكله مرعب قوي، خايفه قوي. ماما يا ماما تعالي بسرعه، تعالي يا ماما بسرعه يا ماما، انا خايفه، في حد هنا غريب انا ما اعرفوش، شكله مرعب. ماما يا ماما تعالي يا ماما تعالي، انا خايفه يا ماما، في ولد غريب وشكله مرعب هنا يا ماما تعالي. ايه ده؟ هو راح فين؟ ايه ده؟ هو مش كان في ولد هنا؟ راح فين؟ احنا بدأنا ولا ايه؟ البيت ده بقى؟ ابعدي عني، ابعدي عني. ابعدي عني، ما تجيش. بتقربي ليه؟ ما تقربيش، ما تجيش جنبي. ايه ده؟ استر يا رب استر يا رب. هي مين دي؟ وفين بابا؟ بابا 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 ما مش بيردوا. هو في ايه؟ ثواني. يا حبايبي مفيش حاجه. فين والله كان واقف هنا والدولاب كان مفتوح. الدولاب كان مفتوح؟ الدولاب وقعد بص لي بصات غريبه. مفيش حاجه يا حبيبتي والله العظيم كان والبنت موجود. والبنت كانت مغرمه مني كانت هتقتلني. مفيش حاجه والله العظيم كان موجود. والله انت قافله ده يا رمان؟ لا ده مفتوح اهو. مفيش حمام فاضي يا رمان. مفيش حاجه، انت اكيد بتقولي والله العظيم كان موجود. فين؟ طيب فين اهو؟ مفيش حاجه، الدنيا فاضيه. انا في بنت عندي. ايه كان في بنت عندي؟ بنت عندك؟ طيب تعالي خليكي يا رنا، ما تخافيش اقعدي، السرير فاضي، انت بتهيألي. خلاص تعالي معايا، تعالي معايا، تعالي معايا، وريني انت بقى فين البنت. انا والله انت هيقولوا حاجات عجيبه. اهي البنت، فين البنت؟ راح والله جت هنا. فين؟ انت كمان حصل لك نفس الحاجه. هنا يا ابني. أيوه. مفيش يا ابني، كانت هنا هتقتلني. حتى وقعت. أيوه. هنا فين؟ هنا مثلا، طلعت من هنا. لا ونمت على السرير. نمت على السرير. أيوه. مفيش حاجه يا ابني اهو. انت بتهزر صح؟ يا ابني ما الدنيا فاضيه اهي، مفيش حاجه. كانت هنا. فين دي؟ مش عارف هي اختبت راحت فين. يا حسن اكيد بتهيأ لك يا حسن. لا مش بتهيأ لي، دي خوفتني.
انتوا بس عشان مش واخدين على المكان، انت واختك مش واخدين على المكان. بس هي كانت هنا خلاص خلاص شغالوا القران، قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم ومش هتلاقوا حاجه، هتلاقي الدنيا هديت. خلاص يلا كل واحد يسيبه على اوضته، روحي على اوضتك وانت على اوضتك. يلا وانت على اوضتك. يلا يلا شباب يلا بينا. نام يا حسن نام، حاول تنام. ماشي يلا يا لمر نامي وقري القران كده وان شاء الله ما فيش حاجه. ما تقلقيش يا لمر، احنا موجودين، لو في حاجه نادي علينا. خلاص يلا تصبحي على خير. تصبحي على خير. باي باي. بصي انا عارف ان اللي حصل ده توتر عصبي، وده بيحصل عند كل الناس. اكيد اكيد. وهم فبلاش بلاش نقلق كده ونوتر نفسنا. خلاص. وهم واحده واحده كده هياخدوا على المكان وياخدوا على المنطقه اللي احنا فيها دي. بالظبط. وكل التوتر والحاجات اللي عندهم دي. خلاص يلا بقى احنا كمان ننام عشان انا تعبانه جدا. مش يلا انا كمان عايز انام. يلا يلا بينا. يا ولاد يا ولاد يلا تعالوا، جبت لكم الاكله اللي بتحبوها. خمس دقايق وتكونوا عندي وهكون انا جهزتها. يلا تعالوا. انا بقى جبت لهم البيتزا اللي بيحبوها عشان ايه؟ دي اكتر حاجه هتضيع من عندهم التوتر، هما بيموتوا في البيتزا. وايه؟ وخلي محمد كمان ياكل منها عشان ايه؟ الولد يتبسطوا. انا ايه؟ بس